بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم عن موضوع جديد أقول فيه إيه هي خطوط الشيطان في الوسط الشيعي. إحنا عارفين إن لما نيجي نقرأ سورة الشمس لفت نظري فيها حاجة، اسمعها معايا كده، بقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. طيب لغاية كده حلو. أهل البيت بيفسروا السورة دي الشمس هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقمر هو عليه. ده في تفسير جميع أهل البيت كلهم قالوا كده. طيب السورة دي بتتكلم عن رسول الله وعن علي. ايه اللي جاب بقى كذبت ثمود بطغواها؟ ايه اللي جاب من دول لثمود؟ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها. يلفت نظرك إيه اللي جاب ثمود للرسول والإمام علي؟ كمان حاجة تانية، لما جم يحرقوا البيت على فاطمة عليها السلام واخدوه لعلي عايزين ياخدوه على المسجد، على فكره انتوا بتبعتوا لي وبتقولوا لي، وخصوصا اهل السنه بتقولوا لي، ازاي انتوا تقولوا ان عملوا كده في فاطمه وضربوها وعصروها في الباب ونزلوا جنينها، وعلي بتهنوه ان يكون قاعد في البيت ومراته بتنضرب؟ لان حضرتك مش فاهم الموقف. ازاي بيت علي كان موجود في المدخل وبعدين غرفه جوه، في الغرفة اللي جوه كان قاعد علي مع بعض أصحابه وقفل الباب عليه، اللي بره كانت فاطمة عليها السلام. ويجي واحد يقول لك فاطمة ما كانتش لابسة حجاب، لا كذاب، فاطمة لا كانت لابسة الحجاب لأن كان في البيت فيه ناس. فلما جه خبط عليها أول عمر ما خبطش، هو نادى من بره افتح الباب عايزين علي، قالت له الإمام مشغول. افتح الباب عايزين علي، قالت له الإمام مشغول، عنده ناس ومشغول مش فاضي قبلك. فرح رافس الباب، هي تدفش هو يدفش، هي طبعا هي عصفوره، هي تدفش هو يدفش، راح ضربها مره واحده برجله، ضربها على الباب والمسمار دخل في صدرها واتفعصت ورا الباب. في اللحظه دي لما صرخت طلع علي فتح الباب. صدقني لما فتح الباب علي وطلع طاروا من قدامه زي العصافير. مش تقول لي علي سابهم، مسك عليه وقشر، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ قالوا له احنا عايزين تيجي معانا على المسجد، والا 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 هنحرق البيت. اتذكر كلام الرسول قال له ما تبتديش انت يا علي بالقتال، قال لهم وقف انت وياه، بروح معاكم على المسجد. ولا حد لمسه، ولا حد مسكه، ولا حد قرب عليه، ماشي قدامه زي الفران. فهي وهم ماخدينه قالت ايه؟ قالت كلمه، قالت ايه؟ قالت ما ناقه صالح بافضل منه ولا فصيلها بافضل من ولدي. ايه اللي خلاها تجيب ناقه صالح هنا وفصيل ناقه صالح هنا؟ تلفت نظرك ليه دعت الدعوة دي؟ نيجي تشوف الإمام الحسين في كربلاء لما قتلوا رضيعه، رفع دمه للسماء ورفع الرضيع كده وقال له إيه؟ قال له إيه؟ ما يكون عليك أهون من ناقة صالح، ناقة أهون من فصيل ناقة صالح. الله، ده بيقول ناقة صالح، ده بيقول ناقة صالح، وناقة صالح داخلة مع رسول الله والإمام علي في إيه؟ أها، ثمود لها علامة. إيه هي علامة ثمود؟ هي كانت أول شعب يجرؤ على حاجة تخص الله، على ممتلكات الله ويقتلها. الشعوب اللي قبلها كانت تكفر، يبعت لهم العذاب، الصيحة، الهوى، الريح الشديدة، إنما ما جرؤوش على ممتلكات الله وخربوها. إنما ثمود أول شعب يجرؤ على ممتلكات الله وعقروا الناقة. ولذلك يقول لك أشقى الأولين عاقر ناقة الله، أشقى الآخرين قاتل ولي الله. الأولاني اعتدى على ملك الله، والثاني اعتدى على ولي الله. فعشان كده ثمود وثمود. الثموديون دول موجودين في الكون إلى يوم القيامة. احنا عارفين ان آيات القرآن بتمشي بتدور في الكون، هي زي الشمس والقمر، يعني الآية ما بتقفش، بتدور في دوران الشمس والقمر في الكون كله. ولذلك الثموديون دول موجودين إلى يوم القيامة. اللي اعتدوا على أولياء الله
وقتلوا ولي الله موجودين سمود لغايه الان. قتلوا الحسن سموديون لانه ولي الله، قتلوا الحسين سموديون لانه ولي الله. كل من قتل ولي من اولياء الله فهو من السموديون، والسموديون موجودين دلوقتي. طيب ربنا اتكلم عن سمود بخاصه معينه بايه معينه تدور في دماغك، يقول اما سمود، ده كلام المجموعه الفاعله في القران، واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، انه سمود، اها، لان في سمود ماشيه في الكون، هديناهم قلنا لهم عن الولايه فاستحبوا العمى عن الهدى. طيب دلوقتي قتلوا علي في ثمود الثانية، هل يوجد في حياتنا دلوقتي ثمود؟ نعم، ويحاولون قتل علي للمرة الثالثة. ازاي هيقتلوا علي كمان مرة؟ مع علي اتقتل دلوقتي، بيقتلوه بايه يا جماعة؟ بتشنيع ان الشهادة الثالثة غلط، بقتل الشهادة الثالثة. دول موجودين ولسه موجودين معانا، ولسه هتلاقوهم انت لما يظهر الامام المهدي عليه السلام، هيطلعوا جماعه من الكوفه، من الكوفه، من مكان الامام علي، شيعه هينضموا للسفياني ضد الامام المهدي. غير كده من النجف الاشرف هيجي حوالي 60,000 فقيه يقولوا له ليس لنا بيك حاجه يا ابن فاطمه، ارجع مش عايزينك، هينزل فيهم القتل يقتلهم على اخرهم. دول سموديون، دول يعتدوا على ممتلكات الله، على ولي الله. طيب الصادق عليه السلام بيقول لك ايه؟ الجماعه دول اللي هم قلوبهم مالت للنواصب وليس الى فكر اهل البيت، قلوب السموديون دول الموجودين معانا قلوبهم ناحيه النواصب، اللي بيكرهوا اهل البيت، واللي بيكرهوا الشيعه، واللي بيحكوا عن الشيعه، واللي ضد الشيعه، واللي بيقول عن الشيعه كفار، دول اللي قلوبهم معاهم، دول هم السموديون بتوع عصرنا دلوقتي. المحدث القمي بيقول ايه؟ بيشير الى كده، بيقول بين مقتل الناقه الاولى اللي هو اشقى الاولين وقتل علي هو اشقى الاخرين. دلوقتي يحاولون قتل علي للمرة الثالثة بقتل بإلغاء الشهادة الثالثة. تبص ليه يقول لك إيه؟ إحنا مجبور نقول في شهادة في شهادة الصلاة أشهد أن عليا ولي الله، يرد واحد لا 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 دي مش في أذان، مش في الأذان، لا لا دي مش في الأذان، دي حرام. إيه ده؟ إيه اللي بتقوله ده؟ التخاريف دي؟ في يوم الغدير مش اتعين علي؟ مش بعد يوم الغدير جه المؤذن بلال، مش أذن للصلاة يوم والتاني والتالت والرابع؟ ألم يكن يقل أشهد أن عليا ولي الله؟ بل قالها وأكدوها الأئمة وأكدوها بعض الصحابة، كان يقول أشهد أن عليا ولي الله ورسول الله سمعها وساكت، سكوت الرسول تقرير، ولذلك كان يقول أشهد أن عليا ولي الله وكان الكل ساكت فيها وماشي عليها. جم دلوقتي يقول لك لا دي مش في الأذان، وكأن الأذان يعني نزل فرض، لا دي موجودة في الأذان ولازم تقولها في الأذان ولازم تقولها في الشهادة، ودي الشهادة الثالثة، دي الشهادة الثالثة بتاعتك، تتشهد إن علي ولي الله. طيب المحدث الأسترابادي بيقول لك هم يمكن طائفة الزيدية أو الطائفة الثانية اللي غير الجعفرية هم دول السموديون، لا مش دول، لا مش دول، دول مظبوط مش من الشيعة بس مش دول السموديون. السموديون مشهورين في كل العالم يا جماعة، موجودين في كل العالم، واديكم مثال بسيط انهم عند اليهود كمان في سمود اللي هم سكنوا في قرية في بلدة إيلات، وكانت القرية التي كانت حاضرة البحر إليا، إيلات اللي هي اللي جالهم قال لهم يوم السبت ما تشتغلوش ما تمسكوش ولا حاجة ولا حاجة، فكان يعمل لهم اختبار، تعرف اختبارات ربنا كتير، حسب الناس ان يقولوا ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، لا يختبرك ويختبرك ويختبرك ويشوف درجه تحملك ودرجه اهتمامك بكلام الله وسمعك لكلام الله. كان يجيب لهم السمك يوم السبت مليان في البحر، يبقى على وش البحر عايم السمك، يبصوا وياكلوا في بعضهم اكل يتحسروا،
قالهم فكرهم الغبي يعملوا ايه؟ راحوا فردين السمك يوم الحد، الشبك يوم الحد بالليل في الميه، ها، وسابوا الشبك في الميه وسابوه يوم السبت، ويوم الحد الصبح يلموا الشبك ويلموا السمك. تضحكوا على مين؟ على ربنا. سقطوا في الاختبار. جعل منهم القردة والخنازير، سخطوا قردة وخنازير. وبالفعل على فكرة اللي ربنا بيسخطوا أكتر من 3 أيام ما يقدرش يعيش. عاشوا 3 أيام وشافوا بعضيهم كيف اتسخطوا وماتوا، لأن عقاب ربنا لما ينزل يبقى قوي جدا. طيب علي عليه السلام كان عارف ان في ناس هتطلع وتقول الغوا الشهاده الثالثه من الاذان والغوها من كلامكم، كان عارف. ولذلك يقول لك والذي فلق الحبه وبرأ النسمه اني لاعرف انسابهم في هذه الامه واعلم بفعلهم في هذه الامه، وقد قال الله عنهم فبعدا للقوم الظالمين. شوف كلام علي يختمها. عندهم بقى ميزة، هم تقدر تعرفهم بمميزاتهم. ايه مميزاتهم؟ بينكروا قول علي وفكر علي. تبص تلاقي تفتح الكتاب كلمة من كلمات علي يقول لك قال ابو بكر كذا كذا كذا، قال عمر بن الخطاب كذا 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 كذا، قال ابن مسعود قال كذا. ده كله كلام علي، ياخدوا كلام علي ويلزقوا فيهم وينكروا ان ده لا معلوش علي، ده قالوا ابو، لا تشوف عمر بن الخطاب شو عمل وشو قال وشو حذر وشو، ياخدوا كلام علي ويسيبوه لعمر. هدول السموديون. ينقصوا من ظلامة فاطمة. لسه واحد بعت لي على اليوتيوب قبل مدة، لا فاطمة اتضربت ولا حد أذاها ولا اتحرق بيتها، كلكم مفتريين وكلكم بتهنوا لعلي وكلكم رضي الله عنه وكرم الله وجهه. يا عم انت التاني اتنيل، خليه اقعد على جنب، ما انتش فاهم حاجة. بينقصوا من ظلامة فاطمة ان ما حصل لهاش حاجة، وكل من انقص من ظلامة فاطمة فهو في النار. بيحاربوا شعائر الحسين، واحنا جايين على كربلاء على عاشوراء. يقول لك ايه يا عمي، دول بيضلوا ينزلوا دم من راسهم وضلوا يضربوا راسهم بالسيوف ويضربوا ظهرهم بالحديد، شو هالقرف هذا؟ هذه مش شعائر حسينيه، هذا ما قالش كده الحسين. ولا ليش بتبكوا؟ وما هو قاعد مع امه وابوه واخته واخوه فوق، عاد بتبكوا على مين؟ واحد 1400 سنه مات، قاعدين بتبكوا عليه؟ ايوه هنبكي عليه وهنلطم عليه وهنعمل مجالس عليه، ورغم انف اللي جابوك هنعمل المجالس على الحسين في كل سنه. يا جماعه المجالس الحسينيه دي هي اللي مسكت اهل شيعه اهل البيت، ولا كلهم ضاعوا في المجتمعات اللي قعدوا فيها؟ الشيعه فقط هم اللي ضلوا متمسكين بفضل المجالس الحسينيه. اوعوا توقفوها، اوعوا تبطلوها. المجالس دي بيحضرها اهل البيت معاكم. المجالس الحسينية لازم تيجي كل سنة، ولازم نبكي على الحسين، لأن دلوقتي هقول لك فايدة بكائك على الحسين إيه. يشحنون الفكر الشيعي بالفكر الناصبي. دي بقى دي أنا مأيدهم 100%. بيعملوا إيه؟ بياخدوا شوية من فلان الفلاني وفلان اللي عندنا، مديش أسمي أسماء. ده قال كذا وده قال كذا وده قال كذا، يخلطوه مع كلام اهل البيت ويقفوا على المنبر ويقول لك وقال الامام الصادق وقال الامام الباقر. يا جمي ده ما قالش الامام الباقر كذا، ده فكر ناصبي. يخلطوا ده بده. هدول السموديون بتوع عصرنا، افهموهم واوعوا وشوفوهم وتعلموا منهم. اتعلموا انكم ترفضوا كلامهم، وخصوصا اللي يطلع على المنبر ويجيب لك اصل قال التبريزي وقال بعرفش مين وقال فلان وقال الذهبي وقال بصواعق المحرقه وقال مالناش دعوه بيهم، يقولوا اللي يقولوه. احنا عندنا كتب مميزه، مامورين في وقعه الغدير نتبعها، نتبع اهل البيت بس. طيب دي فرقه، انا هتكلم عن 3 فرق النهارده. الفرقه الثانيه بقى اللي هم السدوميون. سدوميون يعني ايه يا جماعه؟ يعني قرى سدوم وعمور، اللي هي قرى قوم لوط. قرى قوم لوط دي جابها لنا في القرآن وتكرر عليها الكلام. ليه؟ لأن موجود في عصرنا وهيفضل إلى يوم القيامة قوم لوط موجودين بناتنا. وصدقني أنا لما قريت المواضيع دي فتحت على جوجل وفتحت على اليوتيوب واتفرجت، شباب زي الورد 17 سنة و20 سنة و22 سنة بيمارسوا اللواط، وبيمارسوا اللواط بيصوروا بعض بيحطوها على اليوتيوب.
في منتهى القذارة، في منتهى الجهل، يعني تقول ده جهل، دي حماقة، دي قذارة، دي ايه؟ هو انا بحطه في الدرجة الاولى جهل، مش فاهم دينه، ولا فاهم الصح والغلط فين، ولا فاهم حتى الاضرار الصحية ولا الاضرار الاخلاقية. طيب السدوميون دول بياخدوا اللواط شهوة وبيقولوا ايه؟ بيقولوا لا احنا كده بنرضي نفسنا وبنرضي ربنا، عشان ربنا يكون راضي عنا ان احنا ما نعملش حاجه، يعني نريح نفسنا لازم. ويا جماعه الامام المهدي بيمارس اللواط، استغفر الله العظيم، هم كده مطلعين الامام المهدي كمان بيمارس اللواط زينا، عشان كده احنا ما نعملش حاجه غلط. في كتاب علل الشرائع، الكتاب ده سالوه للامام الرضا عليه السلام، ايه عله ان الراجل ينام مع راجل؟ ايه العله في كده؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ده نتيجه لفساد الامر وفساد التدبير وانقطاع النسل وخراب الدنيا. الذكران مع الذكران بتخرب الدنيا، تخرب الدنيا ليه؟ لان ربنا خلق الخلق ده لعماره الدنيا، لو ما كانش فيه عماره الدنيا كان الناس اتفنت وراحت. إنما إحنا جيل بيخلف جيل، وناس بتخلف ناس، وناس بتخلف ناس، وبتعمر الكون وبتروح، وبتعمر الكون وبتروح، نتيجة للزواج والخلفة والأولاد اللي بيجوا من وراك وجيل ورا جيل. إنما لما ذكر يمسك ذكر ما فيش أولاد، هيجوا الولاد منين؟ كانت نتيجة العملة بتاعتهم دي إن النسوان داروا مع بعض، يعني السحاق جه نتيجة للواط. ده هدم بناء التكوين الفطري للإنسان، اللي بيعمل العمل ده بيكون سبب في هدم التكوين الفطري عنده. في بحار الأنوار في الجزء الحداشر، في بحار الأنوار في الجزء الحداشر الإمام علي سلام الله عليه بيقول لك إيه؟ بيقول لك اللواط ما دون الدبر فهو لواط، إذا دخل لجوه فهو كفر. تعرفوا إن في مدينة بومباي، مدينة اسمها بومباي في إيطاليا، كانوا أهلها كلهم بيمارسوا اللواط والدعارة على مستوى مفتوح، يعني مستوى ألغوا مخهم خالص، يعني كان الراجل في البيت مع قدام أطفاله قدام ولاده قدام بناته يمارس اللواط، وحتى يجيب الحيوانات ينيمها على ظهرها ويمارس فيها. وكان النسوان تكتب على البيوت بتاعتها إنها بيوت للدعارة، والناس كلها كانت ماشية في الدعارة بطريقة مخيفة جدا. فهنا قال لهم تعالوا، انتوا رايحين فين؟ أنا نزلت العقاب على قوم لوط، أنتوا هتهربوا مني؟ كانوا ساكنين تحت جبل، والجبل ده كان هادي ما فيهوش أي حاجة، مرة واحدة مرة واحدة وفي لحظة واحدة انفجر الجبل وطلع البركان، وطلع من البركان سحابة سودة كلها رماد أسود. تخيل إن الرماد الأسود غطى المدينة بلحظة بلحظة، بحيث إن يقول لك إن ما فيش واحد قدر يخطي خطوة، لحظة كان كلهم ميتين لحظة. دلوقتي راحوا عملوا بتوع الآثار بيكتشفوا في المدينة دي، شالوا التراب وشافوا الجثث نايمة على نفس الحركة الأخيرة اللي عملها، ضلوا زي ما هو زي ما هو. قال لك إن التراب اللي نزل عليهم ده قتلهم بلحظة بثانية، كلهم نفس الشيء مرق عليهم. طيب الإمام الصادق بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا ان نتيجة اعمال قوم لوط بكت السماء الى الله حتى بلغ بكائها العرش. طبعا مش بكاء بدموع يعني، انما ده تمثيل، يعني ده تشبيه، حتى بلغ دموعها الى العرش. وبكت الارض واحتجت الى الله حتى بلغت دموعها الى السماء، فقال الله تعالى يا سماء احصبيهم ويا ارض اخسفيهم. احصبيهم يعني ايه؟ ارمي عليهم حصار حجار، ويا ارض اخسفيهم. طب ده حصل؟ نعم حصل. ده الكلام ده لما حد يجي يحتج عليه ويقول لي ازاي انت بتقولي كلام زي ده، اقول لك في القران بيقول، قال لك اعرضوا كتاب كلامنا على كتاب الله، اسمع كتاب الله بيقول ايه. فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربي، كل واحد باسمه. وبعدين قال له ايه الكلام ده؟ بيكلم بيه رسول الله. قال له وما هي من الظالمين ببعيد، يعني في قومك هتكون، وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك هنا الامام الصادق عليه السلام يقول لك ايه؟
أي واحد بيمارس اللواط مش ممكن يموت إلا يجيله حجر من نفس الحجر اللي اترمى فيه قوم لوط يضربه وهو قاعد، يقوم يقلب يقولوا إيه جات له هارت أتاك، أو جاله انفجار في المخ، أو جاله بعرفش إيه. يا أختي كان قاعد معانا لقيناه قلب مرة واحدة على الأرض. قال لك إيه؟ لا أحد يراه غيره هو، محدش أبدا من اللي حواليه يشوف الحجر ده ولا يحس بيه غيره هو، ينضرب بالحجر ويقلبه. ده الحجر، لأن وما هي من الظالمين ببعيد، مش بعيد عنهم. طيب تعال نشوف في سورة الأعراف، اسمع معايا كيف ربنا هنا بيتكلم عن لوط وازاي يتكلم معاه. بيقول لهم ايه؟ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. شوف هنا لما يجيب لك كلمة إذ، اعرف إن أذكر. ليه ما جابش هنا لوط وقال أخاهم لوط زي ما قال أخاهم صالح أو أخاهم؟ ليه؟ لأن لوط مش منهم. لوط كان من العراق، من فصيلة إبراهيم، ابن أخته لإبراهيم، هاجروا وطلعوا على بير السبع، وبير السبع هناك في فلسطين، راحوا لهناك. لما دخل عندهم لوط وشاف أعمالهم وشاف أحوالهم، طبعا كان هو داخل كنبي، إنما ما عندهوش لا حراس ولا بادي جارد ولا أي حد، لحاله هو وبيته وولاده. فكان يقول يا جماعة غلط، يا جماعة غلط، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ يعني إيه؟ يعني معقولة تعملوا أول ناس في الأرض اللي ربنا خلقهم أنتوا؟ خد بالك هنا لما يجوا يفسروا الآية دي بيقول لك إيه؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ليه جاب اتنين من؟ يقول لك من زائدة. كل إنسان بيقول عن القرآن الكلام ده غبي. القرآن ما فيهوش ولا حرف زائد. من زائدة من كلام ربنا ما يكونش فيه زوائد. إنما من هنا عشان يأكد لك حاجة تانية. يعني أنا هضرب لك مثال عشان تفهمني. يعني مثلا واحد يقول لك معاك فلوس، تقوم تقول لا معيش فلوس، يكون في جيبك 10 ساق، 10 دولارات، جنيه، أي حاجة، دولار. إنما لو جيت لواحد قلت له معاك فلوس يقول لك ما معي من مال، ده ما تتفهم منه إيه؟ ولا مليم. آه فاهم؟ فالمن دي بتعمل إيه؟ إن من العالمين يعني ولا حد إطلاقا عمل العمل ده. هذه فايدة من هنا. طيب العمل ده عمل فيه استقذار وفحش. يعني ايه فحش؟ فحش كلمة فاحشة اللي هي ايه؟ يعني تخطت حدود اللي لازم تكون وتعدتها، فده اسمه فاحشة. يعني ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فاحشة يعني تخطوا حدود اللي ربنا حاطينها. ولذلك عندك آية كمان في القرآن ايه؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الفحشاء والمنكر الأول والثاني، لأنهم تخطوا حدود الله، ولذكر الله أكبر هم أهل البيت. طيب أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ هنا الكلام ده لما قال لهم الكلام ده هجموا على البيت. أول حاجة أنا قبل ما أحكي لك هجموا على البيت، أحكي لك أول إبراهيم حصل معاه إيه قبل ما أجي الكلام ده. استنى شوية. إبراهيم كان قاعد في بيته، دخل عليه اثنين من الملائكة بشكل رجال، فراح هو دخل بسرعة ذبح عجل سمين وقدمه لهم عشان يأكلوا. فهم ايديهم ما تمدتش على الأكل، كان قاعدين يتحدثوا معه ويتكلموا معه وياخدوا يدوا معاه في الكلام، هو يسيرهم مش عارف مين دول. بس لما حضر الأكل لقاهم ما بياكلوش، أوجس منهم خيفة. ليه؟ لأن كان عندهم اعتقاد أن لو قدمت الطعام لحد وما أكلش يبقى جاي يعتدي عليك أو جاي لأذية إلك، فأوجس منهم خيفة. فقالوا له لا يا إبراهيم، نحن رسل الله. قالوا له إيه؟ أنتوا رسل الله؟ قالوا له إحنا رسل الله، فما خطبكم أيها الرسل؟ أنتوا جايين ليه؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تخيل إن الملائكة تقول له ما لقيناش في البلد دي كلها 5 قرى، ما لقيناش فيهم غير بيت واحد للمؤمنين، غير من بيت واحد من المسلمين. ليه قالوا المسلمين هنا؟
هو كان في إسلام؟ آه نعم، الإسلام من أول آدم إلى محمد اللي هو إسلام الأنبياء كلهم، إسلام الأنبياء هو التوحيد، ولذلك كانوا الأنبياء كلهم أسلمنا لرب العالمين، وكل نبي قبل ما يموت ربي يعني هدتني ووصلت لك إن أنا واصل لعندك مسلم، علمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفاني مسلما وألحقني بالصالحين، مثلا يوسف كل نبي كان يقول كده، فهم بيت من المسلمين، إنما امرأته كانت مش منهم، فكانت تعمل إيه؟ لما جم على لوط الرسل دول إبراهيم قال لهم اتكلم معاهم قالوا ما تخافش لوط في أمان، فلما وصلوا على لوط اتنين شابين حلوين في منتهى الجمال وصلوا على الباب ضربت لهم هي إشارة إن عنده اتنين من الضيوف جايين، هجموا على البيت يخبطوا 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 يخبطوا، لوط قاعد محرج ضيوف جايين له مش عارف الضيوف دول حتى مين، فقعد يطلع في ضيوفه يا جماعة ارحموني، فتح الشباك وقال لهم خدوا بناتي، في واحد بيضحي ببناته زي ده عشان يحمي ضيوفه؟ نبي من الأنبياء قال لهم خدوا بناتي بس اعفوني من اني اتفضح قدام ضيوفي، قالوا انت عارفين نفسنا في بناتك ايه، احنا عايزين دول، فهو قال كلمة هنا انتبه عليا معايا انتبه معايا، قال أو آوي إلى ركن أليس لي يا ليت لي بي قوة أو آوي إلى ركن شديد، هنا توسل بالإمام المهدي، لو كان لي بكم قوة، مين اللي عنده القوة دلوقتي اللي بتوسل بها؟ لوط، لأن لوط فوق شايف الإمام المهدي وشايف الأئمة كلهم واخد العهد معاهم، فأليس يا ليت لي بي قوة، أو استنى أقولها لك، لو أن لي بي لو أن بي لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، والملائكة قاعدة تطلع تشوفه هيتصرف إزاي، بتتفرج عليه وبتتفرج على الناس وبتشوفه كيف تصرف وقول لهم خدوا بناتي، وقعد قد ما هو محرج يقول لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، الركن الشديد كان يقصد 313، فقالوا له يا لوط اهدأ إنا رسل ربك اهدأ لن يصلوا إليك، بعد ما شافوه وارتباكه وفجعته قالوا له اهدى 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 إنا رسل ربك لن يصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدا إلا امرأتك، فإنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم مش موعدكم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هم كانوا يقصدوا بإيه؟ موعدهم الصبح، هو في العبارة إنهم في الصبح جالهم العذاب، إنما هنا في التفسير الباطني الإمام المهدي إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فهنا اللي حصل إيه بعد كده؟ هنا ربنا أمر جبرائيل إنه يخسف الخمس قرى دول، عمل فيهم إيه؟ رفعهم على طرف جناحه حتى من كتر ما رفعهم فوق 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 أهل السماء سمعوا صياح الديكة في القرى دي، لما يديك الكلمة دي احنا مالنا سمعوا صياح الديك ايه ليه حطها؟ اها عشان تفهم ان الديك بيصيح الصبح، لان العذاب جالهم في الفجر، فاهمة؟ العذاب جالهم في الفجر، فطالما الديك صاح معناته عذابهم هم نايمين كلهم، قلبهم لتخوم الارض نزلهم، وبعدين كل الشعوب اللي عذبت قبل كده واخدت العذاب كان لها اثار الا قوم لوط محاهم، حط فوق أراضيهم البحر الميت، البحر الميت ده مكان قوم لوط والقرى بتاعته سدوم، يا جماعة البحر الميت ده أنا رحت هناك وعشت هناك وشفته واتفرجت عليه، بحر لا يمكن يكون فيه أي كائن حي حتى ميكروب ما فيهوش، لأن حجارته حجارة جهنم، لا يمكن يعيش فيه لا طحلب ولا نبات ولا حيوان ولا أي شيء، حتى أني جربت احط رجلي طرف رجلي على البحر طلعت حمرة مسلوخة من المية هناك كتير كتير خطرة، دلوقتي اليهود ماخدين شق والاردنية ماخدين شق من البحر وهنا عاملين مصايف وعاملين بعرفش ايه، لان كل هناك الجبال بتنزل شلالات من المياه المعدنية ومن المياه الكبريتية بيتحكموا فيها هناك، بس حد يقدر ينزل في البحر اطلاقا؟ ده تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، آية موجودة قدامكم
اعرفوا ان كل واحد بيمارس العمل ده هيجيله العذاب الاليم وهيترمى بنفس الحجر. ما تفكروش ان هينفد ولا هيموت بهارت اتاك ولا هيموت بسرطان ولا حتى لو جاله اي انواع المرض، نفس الموتة بتاعته بالحجر. يقول لك الامام الصادق اي واحد بيوافق عليهم حتى لو ما عملش العمل، يعني يقول لك طب ما هم مساكين يمكن ربنا خلقهم كده، قالوها لي وانا سمعتها، يمكن ربنا خلقهم كده، انتوا بس مش وصلتوش للعلم الكافي اللي تفهموا ان دي خلقه ربنا. دول الناس اللي بيقولوا الكلام ده سيصيبهم الله بجندله. الامام الصادق يقول جندله حجر، حجر هيموت فيه برضه، هيخبطه ويموت بالحجر ده ولا احد يراه، ما حدش هيشوف الحجر ده ابدا، مخفي عن عيون الناس. طيب هنا نشوف بقى علامة اللواطيين ايه. على فكرة اللواط ده كله شغل ابليس، اظن محمد كان عامل مرة حلقة في الحاجات دي وبين لك ان كيف اللواط ده سبب كان ابليس. ابليس كل عمله يا جماعة في الدنيا دي يحارب الحسين ويحارب الامام المهدي، عايز يعطل خروج الامام المهدي ويخلي الناس كلها ملهية بالمواضيع الغلط دي، الغلط دي، فعايز يحارب الامام المهدي ويبطل الناس انهم شغل الحسين ده يلغيه خالص، يلغيه يبطله. مش هيقدر. عارفين ليه مش هيقدر؟ لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال كلمه، قال ان للحسين في باطن المؤمنين معرفه مكتومه. كل مؤمن في جوه في باطنه يعرف الحسين ويحب الحسين، فلذلك لا يقدر ابدا لا ابليس ولا اللي جابه ابليس يقدر يطلع حب الحسين من قلب المؤمنين ابدا. انما دلوقتي هو بيشتغل ايه؟ على اللواط وعلى السحاق وعلى الكلام ده كله. علاماتهم بقى ايه؟ يرفضون سماع القران. تعال لاي لواطي افتح الراديو قدامه او اي حاجه يهرب. يرفضون سماع القران، يرفضون زياره الحسين او زياره الائمه، او حتى لما يروح في الحج او يكون في السعوديه ما يزورش رسول الله ابدا، ما يروحش عنده. يقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ من ألح في وطئ الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه. يعني إيه الكلام ده؟ من ألح في وطئ الرجال يعني هو شاب كان ياخد واحد من واحد من واحد لواحد، من واحد يجيب ده ويجيب ده ويجيب ده ويجيب ده ده ينام معاه، لما يكبر ويعجز الناس مش هتبص عليه بقى خلاص، فعايز يجيبهم لنفسه يقول لهم طب اعملوا فيا، طب اعملوا فيا بس تعالوا. فبيقول لك من ألح في حكم الرجال او في نعم في وطئ الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال الى نفسه. ده كلام طبعا ده كله غلط، يعني اللي بيعمل العمل ده رايح في داهيه، رايح في داهيه. طيب الفرقه الثالثه بقى اللي هي الصنميون. دول انا الثلاث فرق دول اللي بتكلم عليهم دول موجودين معانا. الصنميون اللي هم ايه؟ يجي لواحد يعملوا صنم يتبعوا، يقول لك الشيخ الفلاني ايش ما يقول صح، ايش ما يامرني بعمل، ايش ما اي حد يتكلم عليه اوعى تتكلم عليه، ده ما فيش منه، ده عالم، ده كبير، ده آية الله العظمى، آية الله العظمى. الكلام ده صنمه. يجي يقول لك المرجع الفلاني اوعى، المرجع الفلاني ده اعلم العلماء، ده آية الله العظمى. والامام المهدي راح فين اذا كان هو ده آية الله العظمى؟ اين هو الامام المهدي؟ بيحاولوا انهم يعطلوا عمل الامام المهدي بالطريقه دي. يقول لك ايه؟ ما يسمحش لحد انه يكلمه، ما يسمحش لحد انه يناقشه، ما تناقش الشيخ، الشيخ كلامه صح، ما تناقش الشيخ، الشيخ بيقول صح، وحدش يتكلم عن الشيخ من قفا الشيخ، انا بدافع عن الشيخ، انا بحط الشيخ. فهنا الصادق عليه السلام بيقول لواحد اسمه سفيان ابن خالد، بيقول له يا سفيان اياك والرئاسه فما طلبها احد الا هلك، اياك والرئاسه ولا واياك ان تطع اعقاب الرجال. قال له طيب الرئاسه وفهمتها يا سيدي يا مولاي، انما اطع اعقاب الرجال ده انا تلتين علمي من تعاقبي للرجال. قال له مش ليس كما ذهبت، مش ده اللي انا بقصده. قال له ما تقصد ايه؟ قال له اياك ان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه. طبعا الحجه بتاع كل زمان لان كل امام حجته. اياك ان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه وتدعو الناس اليه.
إنما لو كان فقيه، شوف كده يعني، شوف لطافة الإمام. أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وهذا لا يكون إلا لقلة من الفقهاء. قال له إيه؟ في ناس قوم ما يقدروش يزموا فينا لأنهم اتعلموا في جامعتنا. انتبه معايا لمين، اتعلموا عندنا وتعلموا في جامعتنا، جامعة الإمام الباقر والإمام الصادق، ما يقدروش يزموا فينا، إنما يروحوا للنواصب اللي بيكرهونا ويتكلموا علينا هناك، وياخدوا علومنا ويحطوا من عندهم أفكارهم وتصرفاتهم وتفسيراتهم كلها كذب في كذب وينسبوها لإلنا. عوام الشيعة ياخدوهم البسطاء يقولوا آه والله مظبوط بيحكي، إنما اللي بيفهم بيقولوا لا. أديك مثال، أبو حنيفة، النعمان، الشافعي، الأربعة هدول باختصار كده اتعلموا في جامعة الإمام الصادق والإمام الباقر، وطلعوا أخذوا العلم بتاعهم وحطوا هم علومهم وحطوا هم فتواهم وحطوا الفتوات من عندهم. وافتح على اليوتيوب وشوف مناقشة الإمام الصادق مع أبو حنيفة، وكيف ما قدرش يجاوب سؤال واحد مع الإمام الصادق وهو عمل حاله. دلوقتي إيه الدولة الأموية قالت؟ فرض على كل دولة تمشي تبع الأربعة دول بس. اطلع انت افتح التلفزيون او على اي محطة فضائية واحد بيسأل سؤال فقهي يقول له قال أبو حنيفة كذا، وقال الإمام الشافعي كذا، وقال النعمان كذا، وقال فلان كذا، وقال. طب واحنا فين؟ انتوا فين ضايعين ليه؟ ما عندكم قال رسول الله وقال الإمام علي وقال أهل العترة، ما عندكم، ليه بتروحوا للناس المخالفين وتقول لهم؟ هدول الصنميون. علي عليه السلام بيقول ايه؟ العجب العجب مما اشربت قلوب هذه الأمة من حب ذلك الرجل وصاحبه من قبله. بجد معك حق يا مولاي، الناس بتحبه بالطريقة دي ازاي؟ ازاي وصل حبه لكل القلوب دي؟ حتى انه العجب من قوم يرون سنة نبيهم تتغير وتتبدل شيئا فشيئا وبابا فبابا، ثم يرضون ولا ينكرون بل يغضبون له. شوف اللي بتبعتولي على اليوتيوب على ليش تحكي عن عمر، ليش تحكي عن ابو بكر، بل يغضبون له ويعيبون على من عاب عليه وانكره، ثم يجيء قوم من بعدهم دول راحوا فيتتبعون سنته وبدعته ويتخذونها سنه اصليه ودينا يتقربون به الى الله. ده كلنا بنفكر نفس التفكير بتاع الامام علي. بيحبوه كده ليه؟ بتحبوه كده ليه؟ انا هديك المره قلت لكم لاحقينه ليه؟ طب دول كانوا عايزين كرسي ورئاسه وراح، ولحقين ليه عمر على المخالفة بتاعته، ولحقين أبو بكر على المخالفة بتاعته ليه 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 ليه؟ ما تلاقيش إجابة. أنا بقف لغاية كده النهاردة، بشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.